السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي خير وفي صحة وفي سلامة وفي سعادة. قبل ما نيجي نشوف ايه اليوم بتاعنا النهاردة، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين ربنا كتب لي العمرة، وهذا من فضل ربي عليا. مش هنتكلم كتير عشان هنتكلم كتير النهاردة، اليوم طويل معانا. دي الغرفة بتاعتي اللي انا نازلة فيها، دي رباعية، هقول لكم على كل حاجة. انا دلوقتي نازلة، راح اركب الاسانسير. تمام، لا مش عايزين نطلع، عايزين ننزل. الواحد مرتبك. ده الفندق بتاع المدينه، ماشي. احنا بغرفه اهي 314، غرفه 314. رحنا صلينا الفجر، يا رب يديها لكل واحد يا رب. ده يوم من اجمل ايام حياتي، يوم من اجمل ايام حياتي اللي عشتها. ما شاء الله الفندق كبير، وده الاستقبال هنا في الطرقه. طبعا عشان ما يحصلش اي مشاكل خالص لازم يعملوا كده. ربنا يسلم يا رب من كل وحش. نزلنا اهو الريسبشن، ايوه تحت، نزل تحت ان شاء الله. هنزل الريسبشن بقى وهوريكم. بصوا انا ايه، هنزل دور عشان اوريكم وين السلم. في اسانسير، مش عارفه السلم فين. انا عايزه انزل على السلم، من هنا ولا من هنا؟ صعب السلم، باب جوه باب جوه باب، بابين مفتوحين. يعني انزل الارض تحت بالاسانسير؟ عشان انا كنت بصور، فعايزه انزل، كنت عايزه السلم عشان اخد الريسبشن كده وانا بصورها. صعب السلم، السلم تحت بس، عشان باب زي كده على جنب مفتوح. انت نازله الريسبشن صح؟ ان شاء الله. يلا، كنت عايزه اجيب لكم بقى من على السلم، بس ايه هنتوه واحنا مستعجلين. مش عايزه اقول لكم ان الوقت هنا بيجري بيجري بطريقه الله اكبر الله، وهي الايام الحلوه معدوده، بيفكرني بايام رمضان وحياه ربنا، بيجري بطريقه رهيبه جدا. ده الريسبشن، بصوا زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم اجمل ايام حياتي. في شاي، في حاجه ساقعه، في كل حاجه في الريسبشن. الواي فاي طبعا موجود، اول ما بنخش الفندق بناخد الباسورد. طبعا انا هقضي لكم يوم كامل فيه. احنا قريبين جدا جدا يا جماعه من المدينه. الفندق اسمه منازل الرحمه، في محلات، المحلات دي بقى بتبقى بالليل حاجه تانية. ان شاء الله هنفضل مع بعض ان شاء الله باذن الله اذا احيانا الله لحد. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الجمال، دي جنه الدنيا. اللي بيرضى عليه ربنا هو بيجي هنا. اللهم ارضى عنا يا رب وتقبل منا يا رب، اللهم امين. ده الفندق، ده اسم الفندق بتاعنا منازل الرحمه، ودي المحلات. بصوا الجمال، سبحان الخالق، سبحان الخالق بجد. انا جيت هنا مش عارفه جيت ازاي كده، انا رايحه على المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. المدينه المنوره دي يا جماعه بالليل انا هوريها لكم حاجه تانية خالص بجد بجد، كلها محلات اهي. المسجد قدامنا اهو ان شاء الله باذن الله. المدينه المنوره دي حاجه تانية خالص، ربنا يوعد كل واحد وكله مشتاق. ربنا يوعد كل واحد يا رب، ربنا يوعد كل واحد فرحه ما بعديها فرحه. يوم من اجمل ايام حياتي، اللي ربنا بيرضى عليه بيجيب المكان ده، وانا حاسه ان ربنا راضي عليا عشان كده جابني المكان دوت. الصيدليه اهي برده جنب الفندق على طول. يوم من اجمل ايام حياتي. احنا جينا المدينه الاول، وبعد كده ان شاء الله هنطلع على مكه.
اصور لكم يوم في المدينه، مش هحرمكم من اي حاجه. ربنا يا رب يجيبكم يا رب، وكل مشتاق عايز يجي هنا ربنا يبعته يا رب. يا رب ما تحرم اي حد يا رب، ينولنا كل مسلم وكل المسلمين وامه محمد اجمعين يا رب. يا رب ينولها كل مشتاق يا رب. هنقضي يوم هنا مع بعضينا، احنا طبعا مقضيين 6 ايام تمام، 6 هنا والباقي في مكه، يعني انا واخده 15 يوم جايه 15 يوم ان شاء الله تمام. هقول لكم الاسعار وهقول لكم كل حاجه في الاخر. بجد كان في ناس عماله تقول الاسعار الاسعار الاسعار، الاسعار حلوه جدا. لو اتعاملتي بالريال على الجنيه المصري هتتعبي جدا جدا جدا. دلوقتي هنروح على المسجد بقى عشان الظهر، بقعدوا هناك للظهر والعصر. ان شاء الله مش هحرمكم من اي حاجه، يا رب تتمتعوا زيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. كنت مستنيه صديقتي في الغرفه بصراحه، كنت خايفه جدا وقلقانه جدا. كل حاجه الحمد لله كان ربنا ميسرها لي، ودعوات ابويا وامي وحماتي طبعا وجوزي كلهم داعيين لي والعيله كلها. بجد والله انا حاسه ان الناس كلها بتحبني، احسن حاجه حب الناس. دلوقتي احنا رايحين على المسجد النبوي، شوفوا حبيبي يا رسول الله. والله العظيم انا حاسه ان انا بحلم، والله العظيم ثلاثه انا حاسه ان انا بحلم. بقول هو ربنا راضي عني للدرجه دي؟ كتير عليا قوي، بس مفيش حاجه تكتر على ربنا. انا اتمنيت وما كنتش عارفه ان انا هاجي هنا، بس كان عندي يقين. الانسان لازم يكون عنده يقين بالله. بصوا زي ما انتم شايفين كده المسجد اهو، بصوا يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. حبيبي يا رسول الله، حلم جميل، حلم جميل، مش عايزه اصحى منه والله العظيم. ده السوبر ماركت اللي بجيب منه الحاجات، لو عرفت اصور لكم بالليل بيبقى زحمه جدا. الزبادي هنا والفاكهه والحاجه جميله والاسعار جميله جدا. يا رب يا رب نولها لكل مشتاق يا رب. بصوا الافواج الجميله والناس الحلوه اللي جايه دي، يا رب سلم يا رب يا رب سلم. سحبه حلوه، كنت بقى من الحاجه اللي انا كنت خايفه منها ان تكون السحبه مش قد كده. ربنا يسلم، عشان طبعا الناس وكل واحد ايه متعود على طبعه وكده. الحاجه دي كانت ايه قلقاني جدا، طلع مفيش احسن من كده سحبه. والله العظيم ربنا ميسر الرحله وميسر كل حاجه. شفت الحمام بقى، عايزه اصور لكم الحمام، حمام وجمال الحمام. بصوا الحمام جايبين اكل وجايبين قمح، بس نسيت اجيبه. هصور لكم بقى فيديو قصير لي الحمام ان شاء الله، وهنزله لكم. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. بصوا 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 المنظر، عايزه اوريكم الحمام بقى كله. بصوا الجمال، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بصوا هناك اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. الفندق والمسجد النبوي يعني مفيش اقل من 5 دقايق مشي. بصوا الحمام وجماله. احنا لسه في مزارات هنروحها ان شاء الله، ده متحف لسه هيعملوه. في مزارات لسه هنروحها. بصوا الحمام وجماله. بصوا ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده ربنا يتقبلها مني يا رب بالحاجات الحلوه اللي انا بوريها لكم دي. بصوا الله اكبر. نسيت اجيب القمح يا امل، نسيت اجيب القمح. دي صديقتي، جبتك من ورا. دي صديقتي حبيبه قلبي، ادعوا لها ادعوا لها ربنا يا ربي يصلح لها حالها يا رب، يصلح لنا حالنا يا رب وحال المسلمين وامه محمد اجمعين. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. جبتي طلعت انصح مني وجابت الحمامه اهي. بصوا ارمي وهو هيجي عليه، انت بعدي انت بعدي وهو هيجي عليه. الله الله اكبر الله اكبر. يبقى في مكان اكتر من كده بكتير. بصوا 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 بصوا، عايزاك تمتعوا عينيكوا، ودي احلى مناظر في الدنيا كلها وفي العالم كله.
جاي بقول لكم من جميع انحاء العالم، جاي من جميع انحاء العالم يا جماعه، جاي من جميع انحاء العالم. يلا يا لولو يلا كده بقى. رايحين على المسجد بجد، انا مش عايزه افوت لكم اي لحظه، معلش ممكن يكون الفيديو طويل شويه بس مش عايزه افوت عليكم اي حاجه حلوه. واحنا رايحين الى المسجد النبوي ان شاء الله هنروح الروضه، بس احنا الروضه بالحجز طبعا دلوقتي، احنا حاجزين، المشرف بتاعنا حاجز لنا تبع التذكره، ناس محترمه جدا وكويسه جدا والرحله حلوه جدا جدا جدا. بصوا بصوا الجمال، هو في جمال كده، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. لازما بنيجي بدري قبليها بساعه او بساعتين، بقعد بقى جوه في المسجد عشان الدنيا بتبقى زحمه جدا. اللهم عز الاسلام والمسلمين، اللهم زدنا يا رب، اللهم زيد الاسلام من جميع انحاء العالم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، ايه ده، ايه الجمال والحلاوه ديت، ايه ده الجمال والحلاوه دي. بصوا يا جماعه، بص البدر حلو ازاي، الدنيا رايقه ازاي، الله اكبر. دلوقتي بصوا امبارح دي كانت سيول، كان المطر شغال ايه، عايزين نلحق ما اقولكوش. امشي بس على طول كده زي ما انا ماشيه وتعالي ان شاء الله باذن الله. امشي بس وانا ان شاء الله هدخلك وهنصلي. المطر والجو عشان نزلنا متاخر، بس بصراحه الصلاه في عند النبي بكام؟ 1000 صلاه. الصلاه هنا ب 1000 صلاه، الصلاه هنا مكه ب 100,000. الركعه هنا ب 1000 ب 100,000 تمام. فهنا المفروض ان احنا ما نفوتش ولا ركعه، المفروض ما نفوتش ولا ركعه هنا في المدينه. بصوا بصوا يا جماعه الجمال ده، مسجد الرجاله. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. نروح بقى ايه على مسجد الستات. صوريني يا جماعه، دي بوابه 320، احنا بنخش من بوابه 315 او 316، هم كلهم جنب بعض. اهم حاجه هنا ان انت المنطقه اللي انت ساكنه فيها اصلا، الايه؟ السيح. السيح، المنطقة اللي احنا نازلين فيها اللي هي فيها منازل الرحمة، الفندق بتاعنا ده مسجد الحنفي. اسمها السيح. بصوا مفيش أحسن من كده مناظر. لو عجبكم الفيديو الجميل ده ما تنسوش بقى تعملوا متابعة واشتراك ولايك وكومنت للحاجة ولاء. أنا حاجة ولاء أنا. ربنا يكتب لكل مشتاق ويكتب لي الحجة الكبيرة يا رب، اللهم آمين. نحن طمعانين في كرم الله. احنا ما كناش نتخيل ان احنا نيجي هنا، بس طمعانين في كرم الله. بصوا اللهم افتح ابواب رحمتك يا رب، اللهم افتح ابواب رحمتك. الله على الجمال، دي ساعة واحدة مش هتعرفوا تحطوا رجلك، وبيبقى زحمة موت جوه، وبيبقى فين خلاص الساحة دي كلها بتتملي، كل ده بيتملي كده. بس الكراسي دي، الكراسي اللي المفروض ناخدها واحنا داخلين، طبعا انا عشان ظهري مش بقدر، فبروح داخلي واخده كرسي، تاخدي كرسي وانت داخله. أمولة خدي الكرسي. تاخدي كرسي كده وانت ايه داخله. بصوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا يا جماعه، بصوا المسجد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي داخلين نصلي ونقعد بقى نحجز مكان. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك يا رب دخول. تعالي يا ابونا خش من هنا كده. هذا المسجد، نقلع الشوز بقى.
اقسم بالله العلي العظيم المكان ده ما بنعرفش نحط فيه رجلينا. احمدك يا رب ان انا جيت بدري عشان اوريكم الجمال. بصوا يا جماعه، بصوا 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 بصوا، شوفي الشنطه اتقفلت حلو كده. ده مكان للاحذيه بس احنا بناخده معانا جوه، جايبين شنطه ونحطه جنبينا عشان ساعه الخروج. بصوا بصوا بصوا، ده هينور دلوقتي ساعه الصلاه. هو اصلا كده كده الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، الله اكبر. ماء زمزم، عقبال ربنا ما يوعدكم يا رب وتشربوها. دي ميه زمزم، ميه زمزم يا جماعه، شربنا منها، شربنا من ميه زمزم. ربنا ربنا يتقبلها منا يا رب، ربنا يتقبلها منا. نمشي من جوه، تعالى نمشي من جوه. بصوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا بصوا السكينه في المدينه، في سكينه جامده جدا جدا جدا. بصوا السجاد، البدر حلو وجميل، البدر حلو وجميل ازاي. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. نصلي ركعتين بقى، ربنا يتقبل. احنا بنقعد هنا بقى، بصوا بنقعد هنا كده وبنسند ظهرنا. يلا سيبكم بقى عشان اصلي وارجع لكم تاني. امسكي انت بقى لحد ما احط ال، بصوا المصاحف وجمالها، بيبقى حطيناها هنا كده. بيبقى حاطينها كده في العمود كده والناس بتنام بتريح، احنا ممكن نريح شويه كده. السكينه هنا ما اقدرش اوصف لكم. يا رب يوعد كل مشتاق ويوعد كل واحد، يوعدكم يا رب، يا رب يوعدكم. دي ماء زمزم، تعالوا تعالوا نشرب ماء زمزم. وقع التليفون، وقع. الله، بصوا هجربكم معايا ماء زمزم. تشربوا وترموا الكوبايه هنا. يلا بقى رايح اصلي دلوقتي. صلينا تحيه المسجد اول ما دخلنا وصلينا. بصوا كل ما تزودوا صلاه كل ما يكون احسن في المسجد النبوي. طبعا هو كبير قوي 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 قوي، بسم الله ما شاء الله. زي ما تعرفوا او في ناس كتير ممكن ما تعرفش، ده فيه 99 باب ممكن تخش منه. في بقى كتير جوه 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 كده. طبعا ربنا يقدرنا ان شاء الله. الروضه هناك كده زي ما انتوا ماشيين. احنا طبعا زي ما قلت لكم الروضه بالحجز، احنا ايه يوم اتنين في الشهر. ربنا يديك كل مشتاق يا رب، مفيش احسن من دي، رحله الواحد يسعى لها بجد. بصوا بصوا الجمال، بصوا الزخرفه، بصوا الحاجات كده اثريه، حاجات جميله جدا جدا جدا. مفيش اي حد ممكن يعرف، يعني مش اي حد ممكن يعمل الحاجات ديت. ربنا يبارك اللي عمل كده. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سكينه، في اطمئنينه. الصلاة هنا والقعدة هنا فيها طمأنينة. الواحد طول ما قاعد هنا حاسس ان هو في امان. الرعد امبارح كان شغال والمطر، انا الرعد والمطر ده بخاف منه جدا جدا في بيتي، او هنا ما كنتش خايفة خالص، قلبي مرتاح. ومية زمزم كل كوم، ومية زمزم كوم شربت كده نزل كده على صدر كده، بصراحة بيريح الدنيا كده. ربنا يسترها يا رب علينا وينولها لكل مشتاق يا رب. اللهم نولها لكل مشتاق. عشان ما اطولش عليكم بقى يا حبايبي، بس احسن من المناظر دي مش هتلاقوا والله، ولا احسن من الرحله دي. دلوقتي بصوا المسجد عمال يتميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنصلي الظهر وهنصلي العصر باذن الله تعالى، وبعد كده هنروح نتغدى ونخش الحمام نتشطف ونغير ونرجع ان شاء الله لاذان المغرب، المغرب والعشاء. يا رب تكونوا استفدتوا معايا بالفيديو الحلو دوت. احنا كده خلاص، بصوا بسم الله ما شاء الله المسجد بقى عامل ازاي. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كده احنا خلاص صلينا الظهر، الله اكبر. بصوا النور، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. كده خلاص احنا صلينا الظهر، هنقعد بقى نقرا قران ونصلي بقى. طبعا الصلاه هنا كتير،
يعني كل ما تكتري من الصلاه هنا احسن حاجه في الدنيا وما فيها، الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقعد بقى، طبعا انا جايبه فاكهه معايا وجايبه ميه، ميه زمزم طبعا موجوده بنشرب منها وعصير عشان نقعد بقى ايه براحتنا. تمام، هنقعد بقى ان شاء الله باذن الله، هنقعد بقى لحد العصر باذن الله ان شاء الله تعالى. نصلي العصر ونتكل على الله، وبعد كده نرجع تاني على اذان المغرب. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. كده قلنا بقى دعوه حلوه كده. بص النور، بص كده خلاص صلينا العصر وماشيين بقى مروحين راح السكن بقى كده خلاص. راح كده بقى الفندق عشان هتغدى واغير هدومي وارجع بقى ان شاء الله باذن الله على اذان المغرب ان شاء الله باذن الله. اللهم اعز المسلمين والاسلام، اللهم بارك لنا يا رب، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا واغفر لنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم اكفينا شر الغفله، اللهم امين يا رب العالمين. استغفرك كده خلاص بقى طالعين اهو. زحمة زحمة بصوا في كمان مواصلات كده خلاص من المسجد اهو، صلينا العصر وخلاص. الله اكبر، ربنا يتقبل منا يا رب. المول 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 دول بقى عربيات وتد المول مجانا اللي عايز يروح. تمام، دلوقتي بقى انا هروح زي ما قلت لكم عشان ما يبقاش الفيديو بقى طويل عليكم، هنروح نغير ونشطف ناخد شاور كده ان شاء الله ونتغدى عشان نقدر نيجي ان شاء الله نصلي باذن الله المغرب والعشاء. تمام، عشان كده الفيديو هيبقى طويل عليكم، فهنخلصه لحد هنا كده وان شاء الله تنتظرون الفيديو الجاي نصلي المغرب والعشاء ونعمل بقى جوله ايه ان شاء الله كده على المحلات باذن الله، ونعرفكم الاسعار عامله ازاي في المدينه. تمام، شوف الاسعار عامله ازاي ايه في المدينه. يلا لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وادفع جرس عشان يوصلك كل جديد.